صباح الخير عليكم أينما كنتم. مرحبا بكم عندي في قناتي. هذا شرف كبير لي أنكم معايا. كما راكم تشوفوا اليوم أفرش خشوخت بسكرة. اليوم إن شاء الله حنوري لكم وش عملت البارح في الليل 27. حضرت شخشوخة بياسور بلاصوص ديالها، وزدت تاني الحريرة، حريرة الوهارنة يعني من الغرب. اما بالنسبه للتحليه فاننا سافرنا لاسبانيا ودرت لكم لا كريما كاتالانا، يعني تقدروا تقولوا مزج تاع لي كولتور، مزج الحضارات. حبيت نخلط شويه من شويه من ولا ديكوراسيون، راكو شفتوا كيفاش درتها، من بعد تشوفوا كلشي بالتفصيل بلا ما ننساو اللمسه التقليديه في اللباس. تانيك انا نهتم بزاف بهذا الشيء، بالخصوص حنا اللي عايشين في الغربه، انا نحب نحط لمسات تقليديه باش ولادي يولفوا هاد الشيء. ما نساوش ماشي غير الدين تاعنا اللي نحافظوا عليه، تانيك حتى العادات والتقاليد لازم ولادنا يولفوهم باش ما ينساوش منين جاو ويعرفوا الاصل ديالهم. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو، مشاهده ممتعه. لا كريما كاتالانا ما هي ديسير معروف في اسبانيا، تحليه معروفه في اسبانيا، تشبه لا كريم برولي ولكن المقادير ديالها مخالفين. لا كريم برولي فيها لا كريم فريش اي الكريمه السائله، هذه فيها الحليب. ثاني لا كريم برولي طيب على اوبان ماري، على حمام مريم، هذه لا هذه طيب بطريقه مباشره في الفرن في القدره تاعنا. دوك تشوفوا مراحل وتشوفوا كيفاش نديرها. باش نديروها نحتاجوا 4 صفار بيض. هذه الكميه اللي عطيتها لكم هي نصف الكميه، تحبوا دوبلي وديروا لي ديروا يعني الدوبل تاعها، ديروا 4 صفار بيض، نص لتر حليب. هنا عندي 100 غرام سكر اللي هما يعادلوا تقريبا واحد 3 ملاعق. دوك نشوفوهم، دوك نعمره لكم هنا تشوفوا. هنايا عندي مغرفه ماشي كبيره تاع الاكل تاع مايزينا، يعني تقريبا نصف ملعقه اكل تاع مايزينا. عندي قشور الليمون وعندي قرفه عود. دوكا واش ندير انا؟ الحاجه الاولى اللي نديرها نحط البيض ديالي، نزيد له السكر. دوك نحسبوا شحال، بسم الله، وحده، زوج، ثلاثه ماشي معمرين مليح، نقولوا ثلاثه معمرين مليح ولا ثلاثه ونص. نزيدوا لها لا مايزينا اللي هي مغرفه ماشي معمره مليح، او نصف ملعقه مايزينا. شوفوا تقريبا شحال عليك الناس اللي ما عندهمش ميزان، اللي هما هنا عندي 12 غرام تاع لا مايزينا اللي هو ما يعادل ملعقه ماشي معمره بزاف تاع الاكل هاديه. نزيدوا لها شويه حليب باش نفتحوهم، ماشي بزاف هكذايا، حلوهم مليح. ومن بعد الحليب تاعي هدايا انايا نحطو باش يسخن. هذا الحليب نحطو باش يسخن هو والقارص، قشور تاع القارص، القرفه نحطو باش يسخن، ما لازمش يلحق حتى يتغلى. بعد ما سخن الحليب انا خلطت هدايا المكونات مليح، وكنصفيوه من القارص والقرفه اللي درناها الداخل، وكنزيدوا الحليب ونعاودوا نحطوه على النار. تكون على النار ما لازمش تحبسوا كامل، تخلطوا ما تحبسوش كامل، تعسوها مليح، ديروها على نار مهيله وهاوليك القوام ديالها كيفاش يجي. كيما كريم ديسير تقريبا، ما لازمش تحبسوا زين تلصق لكم. كنا نجوز نعمرها في هذه القوالب. تبرد في الثلاجة، تبرد، من بعد كي تبرد نخرجها ندير لها السكر من فوق ونحرقها، من بعد تشوفوا كيفاش ندير لها. راني نوجد الشخشوخة، درت اللحم البصل، وكنزيد التوابل والملح، توابل يتباعوا مخصصين للشخشوخه، راس الحانوت تاع الشخشوخه
ممكن لكم تحوسوا عليهم، وإلا أي رأس الحانوت تحبوه تفضلوه انتم ممكن تستعملوه. أنا أخلي كل شيء يتقلى، من بعد نزيد طماطيش وزيت ما قلت لكم طماطم مصبرة، ودوك نزيد لها الحميصة وكرانا سنة طماطيش، نخلوه يتقلى من بعد نرقد الماء. بعد ما ارتاحت العجينة دوك ندير كويرات نخليهم يرتاحوا، باش من بعد نبدا نفتح لاباط تاعي تاع الشخشوخة. بعد ما نتأكدوا بلي اللحم تاعنا طاح والحميصة تاعنا تانيك طابت، نزيدوا البطاطا ندخلوها طيب ونطفو عليه. كاينين الناس يزيدوا له التمر مع الفرماس، انا نشوف لا بقى لي شويه نزيدو. هاد الوصفه اصليه عطاتها لي وحده مسكريه، انا نديرها على الطريقه ديالها، ولا عجبتكم قولوا لي نعاودها لكم بالتفصيل ان شاء الله. لاباط تاع الشخشوخه تاعنا واجده بيان سور، الشخشوخه تاعي ما تبانش قدام الشخشوخه تاع جوز تاعو يحفظها، هي ديرها ما شاء الله بروفيسيونيل. ان شاء الله انا نمشي عندها نقولها تعلمكم كيفاش ديرها ونتعلم انا ثاني بيان سور. الورقه تاعي خلاص واجده، البطاطا طابت، وللاسف ما عنديش الفرماس كيما قلت لكم، ما عندي لا فرماس لا مشمش تاع مجفف هذا، لانه انا مرات كي ما يكونش عندي نستعمل المشمش المجفف ويصلح لي. نوعدكم ان شاء الله يمكن نعاودها الوصفه وتشوفوها ان شاء الله. دركا انا رايحين نديرو لهم السكر من الفوق ونحرقو. تقدروا تستعملوا السكر ابيض، ماشي لازم تستعملوا هذا البني، ولا ما كانش عندكم شاليمو هو هذا، تقدروا تحرقوا مورفا ولا حديدة. تحطوها فوق السكر، راكم تشوفوا هذا درتو بالسكر البني وهذا درتو بالسكر الابيض، هذا يتحرق تمتم ويولي كاراميليز اكثر، وهذا يتعبكم شويه باش ياخذ هذا اللون. تشوفوا بالنسبة للديكور واللباس فهو من منطقة القبائل الجزائرية، منطقة تيزي وسو. احنا رانا وصلنا الى نهاية الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا معايا، ولا عجبتكم ياريت تعملوا لي لايك وتخلوا شي تعليق، وما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يلحقكم أي جديد. أنا مبقى لي غير نقولكم تبقوا على خير، ملاقات الخير، ودمتم.